ولكن المشكل في زمننا هذا، المشكل هو أنك لا تكاد تجد شخصا حسن النية مخلصا، وهذه هي البلية. يعني لا تكاد تجد إنسانا يتكلم في الأمور، في أمور السياسة الداخلية والخارجية، وهو يقصد مصلحة الأمة. وهذا هو الذي يجعل الإنسان يتحير أحيانا ويقول ماذا تنفع الشورى وكل واحد من هؤلاء المتشاورين لا يسعى إلا لمصلحة الخاصة. ولهذا تأمل، أمرهم شورى بينهم، أمرهم يعني ينظرون إلى هذا الأمر وهو أمر الجميع ليس أمرا خاصا. فهذا هو الذي يوجب أن يقول القائل كيف يمكن أن نحصل على مجلس شورى، وأين من نثق بدينه وأمانته ونصحه؟ هذا قليل. لو وجدنا شخصا جيدا في الرأي والتدبير، لكنه قد يكون خائنا من حيث الأمانة. ولو وجدنا أمينا مخلصا، فقد يكون ضعيفا من جهة الرأي والتفكير. فأمر الشورى لا شك أنه خير، ولكن مشكلته أنك لا تكاد تجد من هو أهل للشورى.